نبدأ بقى نبدأ بقى. طيب سريعا جدا، احنا يعني مش هنركز قوي على الموضوع، بس ما ينفعش ان هو برضو يعدي في كده حاجات لازم نعمل وقفة عندها. عايزين نتكلم عن حالة الاندهاش حقيقي اللي كانت يعني أصابتنا كلنا بالأمس بعد بعض التصريحات اللي احنا سمعناها. خليني بس في البداية أوضح حاجة، احنا أكيد كلنا أشادنا بالإدارة التحكيمية لمباراة القمة، ما عندناش فيها كلام، قلنا يعني حتى لو حصل فيها أخطاء فهي أخطاء بسيطة، احنا كده كده يعني كسبانين أو بسكور كويس جدا، ما عندناش أي مشكلة. لكن يطلع الحكم طبعا كابتن محمد عادل وهو قيمة وقامة زي ما بيتقال، محدش عنده شك في هذا الأمر، وأشادنا بأدائه وأشادنا بالتحكيم المصري وإلى آخره. لكن لما نيجي نشوف تصريحات من كابتن محمد عادل يعني إعلامية، بيقول فيه أن طلب من مساعدي بعد الهدف الثالث للأهلي احتواء اللعيبة، بس هنا بيتكلم عن لعيبة الزمالك، فحاجة عليه علامة استفهام. طب هو حضرتك بتحتويهم ليه؟ هو قال لأن هم أصيبوا بتوتر وممكن كانوا ينفعلوا نتيجة الضغط العصبي. معقولة؟ معقولة؟ يعني هو في حاجة اسمها كده أصلا؟ يعني معلش برضو هنا احتواء عشان إيه، واحتواء هنا عشان ما ياخدوش كروت أو طرد؟ يعني لا لا لا، في حاجة مش مفهومة، في حاجة مش مظبوطة. ففي مليون علامة تعجب يا كابتن بصراحة، لو احنا هنتكلم مع حضرتك مع كل احترام أكيد، لكن ده في الأول وفي الآخر ماتش، احنا يعني مش مؤسسة خدمات اجتماعية أو حضرتك مش دكتور نفساني برضو علشان نتكلم بهذه المعايير. يعني نتكلم هنا ما حصلش طرد مثلا، لو هنتكلم بانسيدنت او بحاله لزيزو مثلا بعد تدخله العنيف، الناس كلها شافته مع قفشه والتغاضي كمان عن تدخلات كتيره جدا عنيفه تانية كانت موجوده، عليه علامه استفهام. فالواحد في الاول وفي الاخر يا كريم هو مش ضد ان اي حكم يطلع يتكلم في الاعلام، حضرتك اطلع اتكلم في الاعلام زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انت تتكلم في فنيات، يعني ما ينفعش انك تتكلم في فنيات في الاعلام وتبرر او تقول. يعني بتهيالي انا عمري ما شفت المشهد ده، انا ما اعرفش لو انت شفته قول لنا، بس انا عمري في حياتي ما شفت هذا المشهد.